المرشد السياحي ده يعني نزيه جدا، هو بيتعامل بمنتهى النزاهه مع الناس. يعني انا عارف ان الوسط السياحي كله يسمعني في اللي بقوله ده، وهم هيقولوا الكلام ده هيكتبوا وراء امين. بيتعامل بمنتهى النزاهه مع كل قطاع السياحه، مع السائق ومع الجمال ومع اللي بيبيع السوفينير في الهرم وفي الكرنك. يعني حد كده ماشي ضحوك بشوش شغلته في الحياة انه يبسط الناس ويشرح للسائح حاجة كويسة سياحة، وعمره في حياته ما طلب حاجة من حد، وفي خلال 6 سنوات ما طلبش حاجة من حد. فتأكدوا النهاردة ان لما بيطلب دعم هو محتاج الدعم حقيقي. بس تفضل. ده الطلاق ده كتير قوي. فاهم؟ اه طبعا. عندنا حالات طلاق كثيرة جدا. حالات الطلاق دي حاجة بسيطة جدا يعني، ده أقل الضرر يعني. يعني مرشد ومرشدة متجوزين وعندهم أولاد وعندهم مدارس ولغات ومدارس، ما عادش عنده دخل وما عادش عندها دخل، استلف من باباه واستلفت من باباها واستلفت من ماماه واستلفت من مامته، وخلصوا الفلوس اللي عندهم كلهم، بقى شكلهم وحش قدام أهلهم، ما عادش عندهم دخل ومش عارف يشتغل شغلانة تانية، والولاد تعبوا وعايزين يتعالجوا وراحوا المدارس مفيش فلوس. سوري. بعد ده كله حضرتك متوقع البيت يبقى ازاي؟ اشتغل شغله ثانيه شغله ثالثه شغله رابعه ومشي من الشغل وقدرته ما تسمحش والقانون بيمنعه وتامينته ما ينفعش تتنقل وكده يعني. فده كله بيصب بشكل مباشر في ان يبقى في البيت مشاكل بشكل مستمر. طب الاطفال ذنبهم ايه؟